مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هاشتاج. طبعا فريق عمل هاشتاج كان متابع اخر اخبار الانتخابات من اول اليوم، اول يوم الانتخابات في اول انتخابات برلمانيه بعد ثوره 25 يناير. وهنكمل برضو متابعين معاكم اخر اخبار موجوده على تويتر وفيسبوك، اخر فيديوهات اللي جات لنا. ونحب نشكر زميلتنا نجلة عاطف ومحمود جمال الدين على التغطية النهاردة. ومكملين مومو البطوط بيقول على تويتر: أنا طلع لي كله في ظهري من الوقفة، والفترة تمدت لساعة 9 تحت هاشتاج age elections. علي فهمي برضو بيقول أن من وجهة نظره اختيارك للحزب يجب أن يكون بناء على مرجعية دينية، خبرة سياسية، كفاءة مهنية، تاريخ نقي ومشرف، ومواقف شعبية. ده رأيه في الانتخابات. أم بيقول وائل إبراشي بيقول لك القاضي شرفه من شرف الصندوق لا تعليق تحت هاشتاج إيجي إلكشنز. مو زهران بيقول بالنسبة للناس اللي ما نزلتش التحرير وكمان مش هينتخبوا، انتوا عايشين في كوالالمبور ولا ايه؟ تحت هاشتاج إيجي إلكشنز وإيجيبت. علي بيقول few people in Denmark where I work asked me this morning if I voted in the elections and if I voted for the brotherhood. إن في ناس النهاردة هو بيشتغل في دنمارك سألوه هل هو صوت في الانتخابات وهل هو صوت للإخوان. ده كان أسئلة الناس، ناس فعلا في أوروبا للأسف يعني هم قلقانين، هم اللي بيوصل لهم إن خلاص يعني هي دي النهاية من قبل أي حاجة. إيجي إلكشنز. رانيا حلمي بتقول 3600 more boxes are being brought to اللجان for voting tomorrow in part 2 of first round. Turnout unprecedented in Cairo. أولا الإقبال شديد على الانتخابات، على العملية الانتخابية، وان في 3600 صندوق هيبقوا موجودين بكرة في اللجان للجزء الثالث من اول دورة انتخابات. محمد بيقول على رأي واحد صاحبي في الاستفتاء الحبر كان احمر والنهاردة الحبر كان ازرق، نفسي مرة اشوف الحبر الفوسفوري تحت هاشتاج ايجي الكشنز. امينة شكري بيقول الشارع فيه كذا لجنة واسم شرطة، مش ممكن كمية التلوث السمعي اللي انا عايش فيه من الصبح بسبب عربيات وتكاتك المرشحين تحت هاشتاج إيجي إلكشنز. نادي عبد الحميد برضو تعليق على انتخابات النهاردة في اسكندرية: الانتخابات لها مذاق مختلف، انتخابات بطعم المطر. طبعا احنا وصلنا واحنا شفناه في صور وفيديوهات كانت مبعوتة لنا وهنوريها لكم، ان في اسكندرية برغم بغض النظر عفوا ان كان في امطار شديدة، الناس نزلت برضو وقفت في طوابير قد كده عشان ينتخبوا الناس اللي هم اختاروهم. ريحاب بتقول I also wonder if they set up a polling station in Tora prison so that if they set up a polling station in Tora prison so the NDP gang can exercise their democratic rights to vote. هل في صناديق للانتخاب جوه سجن تورا عشان اعضاء الحزب الوطني المحال اللي موجودين في السجن دلوقتي يعرفوا يمارسوا حقهم الدستوري او الديمقراطي في الانتخاب؟ سامح السقا I did it ان هو راح صوت ومبسوط جدا ان هو شارك في الانتخابات دي تحت هاشتاج إيجي إلكشنز. هانيا بتقول didn't find elderly line because of lady who told her there's no such thing as a separate line and not to spoil things. ان ما كانش في صف هي على حسب كلامها لكبار السن، لان واحده قالت لها ان مش هينفع نعمل كده عشان ما نبوظش الدنيا. طبعا ده تعليق غير لائق لان يعني المفروض ده اللي يحصل. Long live Egypt. في الحقيقة أن نزول الشعب بالعدد الضخم ده هو اللي حمل الانتخابات مش الجيش والداخلية. تمام، ده رأيه في الانتخابات النهاردة وأن كان الموضوع آمن. محمود النمس بيقول الجيش والشرطة قاموا بتنظيم اللجان بشكل هادئ ورائع وكانوا في قمة الاحترام، شكرا ليهم وطبعا شكرا للشهداء تحت هاشتاج إيجي إلكشنز. عمرو عبد الرحمن بيقول البنت بتقول للناس ميزان ومنبه وكرة، قلت لها ده عيب وغلط، قالت الشعب عايزنا واحنا بننجح من قبل كده. هو كان في انتخابات قبل كده اساسا عشان حد ينجح فيها؟ تامر عبد العزيز واللي حصل النهارده هو اجابه للسؤال لخالد but when، لما كان في تساؤل هل المصريين جاهزين للديمقراطيه ولا لا. غالبا المصريين يعني ده ردهم كان واضح وصريح النهارده. اسلام بيقول الصناديق قالت للتيار الاسلامي نعم. طب هي غالبا يعني هو عامه الصناديق ما قالتش حاجه لسه يعني حسب اللي وصل لنا لغايه دلوقتي، فنظريه نعم او لا مش يعني احنا المفروض نستنى لغايه الساعه 9 على الاقل يعني، ما تعليقه مش في محله خالص يعني، ومش حضرتك اللي هتقرر. دكتور عصام شرف بيقول من اجل هذا اليوم تحملت ما لا يطاق، اشكر الشعب الذي انجح الانتخاب.
تمام. محمد قاضي بيقول ولا يوم من ايامك يا مبارك كنت بتنتخب لنا واحنا في البيت، وحياتك الاموات كمان كانوا بينتخبوا وهم في مكانهم، كل مصر كانت بتنتخب ايام مبارك يعني. احمد صلاح بيقول الاخوه في حزب الحريه والعداله يوجهون الناخبين ويلبسون كاب عليها شعار الحزب. شايفين الصوره هنا موجوده طبعا، يعني المفروض دي مخالفه ولا ايه؟ مش مفروض انهم مش مفروض يكونوا موجودين، مش مفروض يكون في دعايه اصلا وقت الانتخابات. هالة بتقول كان العادلون من خلفاء المسلمين الاوائل يتحرجون في اعطاء الولايه لمن يطلبها، فما بالكم بمن هيموت عليها، فما بالكم بمن هيموت عليها ويعتبرها قضيه وجود تحت هاشتاج ايجي الكشنز. كنا قلنا مليون مره ما نستخدمش الدين في السياسه. مها بتقول I think that if there will be a fraud in each elections then it's also better to try and fail rather than failing without trying. أو إن لو حيكون في تزوير في الانتخابات يبقى أحسن إحنا نكون حاولنا على الأقل وخسرنا بدل ما نكون محاولناش أصلا. ده رأيها. نورهان سعد التحرير الذي لا يعبر عنك هو من جعل لصوتك قيمة اليوم. هذا تعليقها إن الاعتصامات في التحرير وإن الثورة هي اللي خلتنا يكون عندنا الحرية إن إحنا نروح ننتخب النهاردة، فياريت ما ننساش. أمنية بتقول إلى المعتصمين في التحرير الآن اتضح أنكم لا تمثلوا إلا نفسكم وطموحاتكم الشخصية ولا تمثلوا المصريين، بلاش تورتة كله جاتو سواري. تمام يا أمنية، ده رأيها في الانتخابات. سمر بتقول عربيات حزب النور في اسكندرية وميكروفونات انتخبونا من أجل الله عز وجل. يعني أنا مش عارفة بجد يعني، أنا وشعارات كتيرة تانية سمعناها. التوحيد والنور دي صورة الوائل العباس، التوحيد والنور فرع الويلي بيوزعوا دعاية حزب النور زي ما احنا شايفين هنا صورة واضحة. نقلا عن البديل في حسابهم على تويتر تحت هاشتاج ايج الكشنز وشايفينكم القومي لحقوق الانسان 391 شكوى انتخابية وتوزيع الاموال اهم المخالفات. احمد منير بيقول تحت هاشتاج شايفينكم برضو بيرصد كل الانتهاكات والمخالفات اللي تمت النهاردة في الانتخابات ومكملين برضو لغاية بكرة، لو حد حابب يعرف اللي حصل والمخالفات اللي تمت ممكن يدخل على الهاشتاج على تويتر ويشوف شايفينكم وايجي الكشنز كمان. لسه عربيات حزب النور بتعدي من تحت البيت من الصبح لغاية دلوقتي وبتعمل دعاية بمكبرات صوت. محمد الوكيل بيقول لجنة 277 مدرسة مصطفى كامل الابتدائية الاستمارات كلها مش مختومة ورئيس اللجنة بيقول لي جات لنا كده نعمل ايه ما نشتغلش. طبعا كلام ده كلامه هو، ده رأيه هو على عهدة الراوي. يحيى شوكت بيقول لا يوجد حبر فوسفوري بلجان شارع البرج بالزمالك واكتشفت بعد خروجي دون طلب مني استخدامه تحت هاشتاج شايفينكم وإيجي إلكشنز. البديل دوت نت برضو بيقول حزب المحافظين يواصل حملات الدعائية على الرغم من حظر الدعاية الانتخابية يوم الانتخابات. مينا بيقول مهزلة عدم كفاية بطاقات تصويت في أغلب لجان الدائرة الخامسة فردي المطارية والناس هتولع من الغيظ تحت هاشتاج ايجي الكشنز يشاهد وايجيبت. برضو هاشتاج بتابع المخالفات والانتهاكات يشاهد لو حد حابب وعنده حساب تويتر يتابع الأحداث دي. اقبال جماهيري امام اللجان الانتخابيه، نشوف الاقبال كان عامل ازاي في اول يوم انتخابات ونرجع لكم بعد الفيديو ده على طول. تمام، شايفين الطوابير قد ايه وكل اللي انا شايفاه سيدات عاش.
برضو رغم الأمطار هنختار ده فيديو كنا قلنا لكم هنوريه لكم عن الأحداث في اسكندرية، ورغم المطر الناس نزلت عشان تنتخب. نشوف الفيديو ده نرجع لكم برضو بعد كده من شبكة راس. ده الفيديو تمام، ده فيديو كمان. نشوف برضو فيديو اتبعت لنا عن الانتهاكات والمخالفات اللي تمت النهاردة. ده حسب اللي احنا فهمناه دي مخالفة، يا ريت لو حد يعرف اكتر من كده يتابع معانا ويشرح لنا. الكلام ده قدام مدرسة نبيل الوقاد شارع المنتزه، زي ما احنا شايفين حزب العدالة والحرية، حرية والعدالة عفوا. نشوف الفيديو ده نرجع لكم على طول. ده زي ما احنا شايفين موجودين بره لجنة. تمام. الصورة واضحة، مش محتاج ان احنا نشرح فيها اكتر من كده. سرقة ومخالفة انتخابية. حزب الوسط في دمياط حاطين الفيديو ده على فيسبوك، بيقولوا حسب كلامهم هم وشهادتهم هم ان قام شباب الاخوان المسلمين بسرقة اصول استمارات التي لا يجوز حيازتها خارج اللجنة. ده كلامهم هم، ده حسب كلامهم. نشوف الفيديو ده نرجع لكم برضو على طول. تمام، الفيديو ده طيب احنا معانا مفروض مراسلنا جمال دياب قدام لجنة السيدة زينب. الو يا جمال، جمال ممكن تقول لنا اخر الاخبار الموجودة عندك؟ ايه اخر الاخبار بما ان باب التصويت هيقفل كمان؟ نعم بالفعل، انا امام مدرسة محمد علي وهي مدرسة اعدادية بنين في السيدة زينب. السيدة زينب الحقيقة تنضم للدائرة الثامنة والتي تضم منطقة المقطم والخليفة ودار السلام ومصر القديمة وجزء من المنيل. هذه الدائرة كان في السابق كانت حصريا للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ظل أكثر من 20 أو 25 عاما نائبا لهذه الدائرة. يعني بسؤالي للناخبين اليوم عن سير العملية الانتخابية تحدثوا أن العملية تسير بسلاسة وأنه تم مد فترة الإدلاء بالأصوات، كانت مفترض أنها تنتهي عند 7 مساء فامتدت من 7 مساء إلى 9، يعني امتدت ساعتين للسماح بالمتواجدين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم. المؤشرات الأولى للأصوات هو طبعا يعني وجود تيار الإخوان المسلمين والذراع السياسي له وهو حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأصالة السلفيين يتصدران قائمة الذين صوتوا، الذين أدلوا بأصواتهم. الحقيقة معي مجموعة من الضيوف لاستطلاع آرائهم حول سير العملية الانتخابية النهاردة. حضرتك عرفني بنفسك اتفضل. عمرو صادق. تمام، يعني قول لي اخبار العمليه الانتخابيه النهارده ايه، وهل يعني كل المواطنين قدروا يدلوا باصواتهم في جو من السلاسه والسيوله؟ هو بصراحه احنا ايه شايفين ان بقى في حريه ايه دلوقتي ونقدر نأيد يعني اي شخص احنا ايه عايزينه، زي ما نزل ايه عندنا مثلا ايه فئات، يعني بدل الدكتور فتحي سرور في عندنا احسن النواوي، نزل ايه العمال الاستاذ عادل حامد
وناس محترمين، فجينا ايه نأيدهم عشان يعني ولاد الحتة هم ناس يعني بصراحة ايه دجرين بزالد، يعني ناس يعني يعني لا ليهم ايه لعب ولا ليهم ايه حاجات ايه بتاجروا. طيب عايز اقول لحضرتك حاجة، الانتخابات او اليوم الاول الانتخابات مر بسلام وبدون اي مصادمات او مشاجرات وبدون اي مشاكل خالص إيه الحمد لله، والجيش واقف ويحمي الشعب إيه وحامي الناس واهل المنطقه تمام، يعني ايه كويسين مع الجيش والجيش ايه كويس معاهم إيه وما فيش اي حاجه خالص. بس هي في حاجه ايه صغيره انا كنت ايه بصراحه يعني عايز اتكلم فيها، ان زي ما نزل الدكتور كمال الجنزوري وفي بعض الشباب يعني إيه بيعترضوا عنه ايه في تحرير، انا ما اعرفش ايه بيعترضوا عنه ليه. تمام، هم ان ده راجل محترم يعني وما فيش اي حاجه. تمام. يعني ايضا معي مجموعه من المواطنين ندى جاءوا ليدلوا باصواتهم في هذه اللجنه، لجنه مدرسه محمد علي الاعداديه بنين. يعني اليوم انتم يعني عارفين مراحل الادلاء بالاصوات، هذه المره الاولى التي يستخدم فيها بطاقة الرقم القومي للإدلاء بأصوات، كانت هناك كانت في الماضي كشوف انتخابية كان فيها أموات ومهاجرين وما إلى ذلك، وكان بيستغلها النظام السابق لتزوير الانتخابات. يعني إجراء أو إجراء التصويت داخل اللجنة نفسها تم بسلاسة؟ كنت وحضرتك داخل اللجنة عارف هتعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي هتقدر تقوم بيها حتى تدلي بصوتك؟ والله أنا شايف إن السنة دي العملية جميلة جدا ومنظمة جدا، ويا ريت كل سنة كانت كده، لأن إحنا كنا كل مرة بينجح واحد اللي هو ماشي بالعربيات وبينادي وموقف ناس بره بيدفعوا فلوس. فاحنا شايفين السنه دي ان العمليه لا فيها فلوس ولا فيها وجبات اكل بتخش ولا في الكلام دوت، والعمليه بقت عمليه صح، وانتخابات مصر بقت كويسه جدا وجميله والموضوع محفوظ. ويا ريت يا ريت كل واحد ينزل ويدي صوته اللي هو حاسس ان هو هيفيد البلد، لان احنا شايفين بصراحه ان الاخوان داخلين بنظام كويس ومنظم. تمام. وكل واحد يقول رايه بقى، لان الموضوع حلو مش موضوع يعني فلوس. انت ادليت بصوتك بكل سلاسه وبكل سيوله وعارف لجنتك من الصبح وعارف رقمك في الجدول الانتخابي او بطاقتك او ما الى ذلك. الحمد لله. أوكي. الحاكم العسكري والجيش. شكرا جزيلا. معي ايضا ندى مجموعه شاب اخر من الذين تواجدوا للادلاء باصواتهم، تفضل حضرتك. يعني هل حدث نوع من الدعاية الانتخابية أو الإغراء الانتخابي إذا جاز التعبير لفصيل أو لجهة أو لطيار سياسي داخل أروقة اللجنة وأنت تدلي بصوتك؟ يعني لقيت حد مثلا عرض عليك فلوس أو لقيت حد قال لك اختار الطيار الفلاني وسيب الطيار العلاني؟ مفيش الكلام ده خالص في السيدة زينب دلوقتي حاليا. قبل كده الدكتور فتحي السلوك كان بيحصل الكلام ده، انما دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص، بس احنا بنطلب بقى بزيادة الاسعار. انبوبه البوتاجاز ب 25 جنيه، السكر ب 10 جنيه كده، الناس تعبانه هنا خالص. فاحنا عايزين بس حد يقف جنبينا كده ونمشي مع بعضينا واحده واحده. يعني انت حضرتك ما لاحظتش اي دعايه انتخابيه موجوده لبعض التيارات داخل اللجان او خارج اللجان؟ لا 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 مفيش الكلام ده في السيدة زينب. احلى يوم انتخابات، انا والله اول مره اجي انتخابات، انا عمري ما نزلت. اول مره تنزل انتخابات؟ اه نزلت. عندك كام سنه؟ عندي 33 سنه. 33 وما ادلتش بصوتك ولا مره؟ عظيم، عمري ما اديت صوتي لحد. نزلت ليه النهارده؟ عشان كويسه، ما فيش مشاكل وما فيش وجع قلب. احنا الشباب اللي واقفين حامين كل حاجه مع الجيش ومع الشرطه، مفيش حد تاني ولا فيش حد بيخش ولا بيجي ولا بيروح. عايز اقول لك حاجه ندى، يعني الامور هنا تسير على قدم وساق، القوات المسلحه تبذل جهد جهيد في تامين اللجان وبمساعده قوات من الشرطه وايضا بمساعده بعض اللجان الشعبيه المتواجده من اهالي السيده زينب. معي ايضا شاب من تفضل حضرتك، يعني ابن من ابناء السيده زينب. يعني المشهد اليوم هو كما يقول الكثير هنا انه عرس للديمقراطيه، والمجلس العسكري وعد ان تكون هذه الانتخابات نبراس للشفافيه والنزاهه. يعني كيف ترى انت كمواطن الانتخابات؟ اولا انا عايز اقول حاجه، ان الجيش او الشعب او الفئه اللي هي من الشعب اللي احنا بنتكلم على السيده زينب او بنتكلم على الخليفه او بنتكلم على الناس اللي هي البسطاء، فدائره الانتخابات دايره دلوقتي بشكل منظم، منظم جدا، ومتخيل ان في ديمقراطيه فعلا، وابتدينا نوصل لاول خيط بتاعنا ان احنا نمشي على الطريق، وهي الانتخابات دي فعلا اللي هتخلي الشعب المصري يبدا ياخد الخطوه الاولى ثم الخطوه الثانيه ثم الخطوه الثالثه، ونقوم بنهضه مصر، لان مصر دي مش دوله قليله، دي مصر. اللي يفهم معنى مصر او اللي اتغرب وخرج بره مصر يفهم ان مصر دي هي الدوله الوحيده اللي فيها مناخ
لا يصلح الا في العالم كله عندنا في مصر هنا، ونعرف ان مصر دوله استراتيجيه مستهدفه جدا. نعم. لان احنا نعم. سيبني من فضلك اكمل لو عايزنا اكمل. طب اتفضل سريعا عشان الوقت ضيق. لو حضرتك شكرا جزيلا اشكرك. كانت هذه الصوره ندى من امام مدرسه محمد علي الإعدادية بنين في منطقة السيدة زينب. شكرا جمال على التغطية وعلى آخر الأخبار، وراجعين معاكم كمل آخر الأخبار الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. محمد منصور هنا بيقول من أهم صور اليوم في دمياط صورة شاب معوق أثناء خروجه من إحدى لجان التصويت تحت هاشتاج دمياط زي ما احنا شايفين هنا قدامكم. منصور محمد منصور حاطط صوره برضو، دي صوره للهدايا التي توزعها حزب المصريين الاحرار على الناخبين اليوم في لجان الشيخ درغام. احنا بنعرض كل الانتهاكات وكل الاخبار اللي بتجينا على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الاول وفي الاخر لما مستخدمي تويتر اللي حاطين الصور دي. احمد زين الدين بيقول تجاوزات لحزب رامي لكح وطلعت مصطفى صوره، دي صوره مثال امام اللجنه زي ما احنا شايفين هنا. نورهان برضو بتقول واضح ان كله بيعمل دعاية وبيوزع، يعني عادي ركع اللي انت جوه تكتب ايه، اللي وزع وزع براحته زي ما احنا شايفين. دي الكتلة المصرية واضح على هما لابسينه. محمد برضو بيقول هذا الرجل لا يستطيع الحركة وإضاءة الغرفة لا تكفي لرؤية من حوله، رغم ذلك لم ينسى انه مصري ولو حق الانتخاب. دي صورة أخرى برضو من اسكندرية زي ما احنا شايفين، دي ده طابور الناخبين أمام مدرسة الشهيد محمود صدقي. دي صورة من مصر الجديدة النهاردة هبة أبو العيد حطاها، واضح أن الإقبال شديد برضو على اللجان في الانتخابات هناك زي ما احنا شايفين. ده من جريدة الفجر في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. حزب الحرية والعدالة يرحب بنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية. تمام. مينا بيقول حزب الحرية والعدالة لسه بيوزع دعاية في طبر الحجاز، اتخنقت معاه بس لسه مكمل زي ما احنا شايفين هنا. دي الصورة اللي مع التويت. هنا صورة اخرى برضو عن احداث النهاردة زي ما احنا شايفين، جندي من الجيش بيسند راجل كبير بيحاول يوصله للآخر زي ما احنا شايفين هنا. محمد بيقول فكرة ان الجيش يحمي اللجان فكرة جميلة جدا، يا ريت تستمر ونبعد الداخلية تماما عن اي انتخابات تحت هاشتاج age elections وتحرير. ست الحاجة من الحراني ونازلة تنتخب، ربنا يديك الصحة زي ما احنا شايفين هنا صورة جميلة. واضح ان 3 عساكر من الجيش شايلينها عشان تدخل تنتخب جوه. ويل يا ويل بيقول handing out of flyers started here. أنا مدرس، أنا مصري. أنا من البساتير، أنا مصري. أنا من الجيزة، أنا مصري. أنا من محافظة جنة، أنا مصري. أنا مصري. أنا مدرس، أنا مصري. أنا من أسيوط، وأنا مصري. وأنا مصري. أنا مرشد سياحي، أنا مصري. أنا من المنيا، أنا مصري. أنا من الفيوم، أنا مصري. ومن الهرم، وأنا مصري. جمعة من جنة، وأنا مصري. مسواق تاكس، أنا مصري. أنا مدرس، أنا مصري. أنا طالب، أنا مصري. أنا موظف، أنا مصري. أنا مهندس زراعي، أنا مصري. أنا مصري وأبويا مصري. أنا من الجيزة بعشق مصر. أنا ما شاء الله وريف. تمام. راوية راجح بتقول Freedom and Justice Party voters help desk outside polling station، أو كان في زي desk أو ترابيزة عاملينها عشان يساعدوا الناس يجوا يسألوهم أي حاجة وما عايزين. ده حزب الحرية والعدالة، مش عارفة هل دي مخالفة ولا لأ. كريم بيقول دي صورة لإحدى البنات في التصويت النهاردة في الانتخابات، خد لي بصوتها.
أحمد نجيب المصريين الأحرار عند فنون جميلة في الزمالك تحت هاشتاج شايفينكم وإيجي إلكشنز. بيتر فارس بيقول حزب النور برضو بيوزع نماذج توضيحية وعليها علامة صح على مرشحينهم. شايفين؟ أهي الصورة. رامي يعقوب بيقول lawyers and angry voters gathered around officers writing down their statements of complaint. إن كان في محامين وناخبين متضايقين من الأوضاع في اللجنة فاتجمعوا عند الضابط هو بياخد الشكاوي بتاعتهم. محمد الدهشان بيقول تحت هاشتاج age elections وشايفينكم the إخوان have set up an entire booth in front of صلاح الدين school. طب معانا مراسلنا يسري محمد من بورسعيد. الو اتفضل يا يسري، ايه الاخر اخبار عندك يسري؟ نعم، ممكن تقول لنا اخر الاخبار عندك في بورسعيد، ايه الاوضاع؟ نعم الاعداد الناخبين، نعم اعداد الناخبين قد بدات في التراجع على معظم لجان محافظه بورسعيد. هناك تراجعا ملحوظا بالنسبه لاعداد الناخبين الى معظم اللجان التي قمنا بالمرور عليها قبل قليل. كانت هناك طوال اليوم اعداد متزايده واعداد كبيره جدا جاءت للادلاء باصواتهم في معظم اللجان. لم تكن هناك شكاوى في معظم اللجان باستثناء لجنتين في منطقه بور فؤاد بسبب تاخر عمليات الادلاء بالاصوات. كما تقدم المرشح جورج إسحاق بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات يتهم فيها حزب الحرية والعدالة بترديد بعض العبارات الدينية داخل اللجنة الانتخابية وتأثير على بعض الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم. قوات الجيش وقوات الشرطة لا زالت تتولى حتى الآن عمليات التأمين التي تتم في معظم اللجان بشكل جيد. هناك يعني حتى الآن عمليات أو مد التصويت حتى 9 مساء لم يؤدي إلى زيادة أعداد المترددين على اللجان الانتخابية ببورسعيد. لا يتواجد أمام معظم اللجان الآن سوى بعض مندوبي المرشحين الذين يقومون بتوزيع الدعاية الانتخابية لهم. عندك في بورسعيد هل في مراقبة شعبية للجان والأوضاع في اللجان في أول يوم انتخابات؟ في نشطاء بيرصدوا الأوضاع وآخر لو في مخالفات؟ واضح إن في مشكلة في الصوت أو في تأخير، عفوا معلش. طيب مش مشكلة، هنعرف الإجابة برضو هنجيبها لكم من التويتس. كمالين أخبارنا برضو. طيب لا طيب واضح ان هنعرف رد دلوقتي جورج إسحاق، فانه قد تم رصد عدة مخالفات اهمها هي التأخر في فتح باب التصويت بالنسبة لبعض اللجان. وايضا نعم بالنسبة للمخالفات التي وقعت في عدد من اللجان هي كانت التأخير في فتح بعض اللجان، وأيضا كانت هناك لجنة قيل أنها تم إغلاقها لمدة فترة من الوقت بسبب أداء المشرفين عليها الصلاة، ولكنه لم نتأكد من صحة هذه المعلومة. أيضا كانت هناك بعض الشكاوى التي تقدم بها المرشح المستقل جورج إسحاق والتي تتعلق بترديد بعض العبارات والشعارات الدينية من جانب حزب الحرية والعدالة داخل بعض اللجان. طيب. نشكرك يسري على التغطية من بورسعيد. مكملين أخبارنا. أستاريس اللي هو صحفي يوناني بيقول عن الانتخابات المصرية تعليق، بيقول أن الناس فاكرة أن العرب أو أن المصريين عامة مش جاهزين للديمقراطية. ياريت تبصوا على الانتخابات المصرية هتشوفوا قد إيه في نضج سياسي في البلد وقد إيه الناس فعلا جاهزة للديمقراطية. دي آخر تويت معنا وآخر خبر، وحنفضل متابعين معاكم الانتخابات والعملية الانتخابية. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله.